بمشاركة أردنية وعربية واسعة، رعى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت حفل إطلاق فعاليات منطقة الفضائيات والإذاعات ووكالات الأنباء العالمي الخامس الذي نظمه منتدى العقبة الإعلامي. ويهدف هذا الملتقى الذي جاء بعنوان تكاملية قطاعات السياحة والتجارة والنقل إلى تسويق مدينة العقبة لتكون مقصداً عربياً وعالمياً للسياحة والاستثمار. وقد ألقيت العديد من المحاضرات التي ركزت على واقع وتطور مستقبل الشركات العاملة في العقبة، كما قام الصحفيون المشاركون في الملتقى بجولة ميدانية اطلعوا خلالها على أعمال العديد من الشركات العاملة في المدينة. تأتي أهمية الملتقى هذا اليوم من أهمية الإعلام في وقتنا الحاضر، سواء المرئي أو المسموع أو وسائل التواصل الاجتماعي. فالملتقى اليوم مهم للعقبة للاطلاع على حجم المنجزات التي حصلت في العقبة في كافة القطاعات السياحية والتجارية والاستثمارية، وما حصل من تطور في مجال الموانئ واللوجستيات خلال 19 عاما الماضي. فمن هذا المنطلق تأتي أهمية الملتقى هذا اليوم. ما تقوم به سلطة المنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال تطبيق القانون الخاص بالمنطقة والتعليمات والأنظمة لتمكين المستثمرين ودعم القطاع السياحي وتنويع المنتج السياحي من أجل جذب الاستثمارات، ودعم كافة شركات الطيران العارض التي تنقل السياح من كافة دول أوروبا وكافة دول العالم إلى المنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. شارك في هذا المنتدى حوالي 60 صحفي وإعلامي من الزملاء من كبريات المؤسسات الإعلامية في العالم والإقليم، وأيضا المؤسسات الأردنية المحلية. يهدف هذا الملتقى إلى وضع المنطقة، منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في دائرة الضوء، كمنطقة منظومة اقتصادية متكاملة، كون العقبة هي المدينة الساحلية الوحيدة في المملكة والتي تقع في موقع استراتيجي عملاق يجمع بين 3 قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا وبين 4 دول حدودية. واليوم العقبة هي لها مساهمات كبيرة أيضا في دعم الاقتصاد الوطني واقتصاديات دول الجوار، والإسهام في إعادة إعمار الدول أيضا المتضررة من الحرب، وأيضا اقتصاديات دول الخليج وبلاد الرافدين والهلال الخصيب.